السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد في درس من دروس الجديدة على قناتكم كودرز إيفاندر هود. الدرس هذا إن شاء الله غادي نتطرقوا لواحد الدرس من الدروس الشيقة الخاصة بعالم الشبكات أو ما يعرف أو يصطلح عليه نيتوركينغ اللي هي الغيزو انفورماتيك. في هذا الفيديو هادي سسخا إن شاء الله واحد الفيديو اللي هتكون بغيف ما مطولاش بزاف، غنشوفوا فيها فقط لانتخودكسيون ديال الغيزو انفورماتيك وغنشوفوا ليفولوسيون. الوغ قبل ما نبداو هاد الدرس هذا خاصنا ضروري نعرفوا شنو هو الريزو انفورماتيك ونعرفوا شنو هي السلسله ديال التطور ديال الريزو انفورماتيك، كيفاش تطور باش بدا، كيفاش بدات لا ديموكراتيزاسيون ديالو. هادشي هذا باش غادي نديرو واحد المقدمه صغيره على هاد الشابتر هذا وبيان على هاد الموديل هاد الدرس هذا. داكوغ، شنو هو الريزو انفورماتيك؟ ما هو الريزو انفورماتيك؟ شنو هو الريزو انفورماتيك؟ الريزو انفورماتيك لا اسيدي هو كاع لونسومبل ديال لي ماشين انفورماتيك لي كي سون ليي هي ان سوبور دو ترانسميسيون. دونك vous pouvez trouver plusieurs machines comme ça، هو مجموعه من لي ماشين كي سون ليي لي مربوطين بيناتهم via ان سوبور دو ترانسميسيون. شنو هو لو سوبور دو ترانسميسيون؟ لو سوبور دو ترانسميسيون هو لي كيخليني نكومونيكي اونتر شاك تيرمينال او بيان شاك ماشين. لوغسكو جو دي تيرمينال او بيان ماشين بيان هوت، كنهضر على بي سي، تيليفون، تيليفزيون اللي كتكونيكتا بانترنيت او بيان اي ماشين تقدر او اي ايكيبمون يقدر يتكونيكتا بانترنيت. شنو هاد لو سوبور دو ترانسميسيون؟ بوغي تروفي لو سوبور ترانسميسيون فيزيك اللي هما لي كابل، بحال مثلا الكابل ار جي 45، بحال مثلا الكابل ار جي 11، بحال الكابل كواكسيال، بحال بزاف ديال الكابل، بحال لا فيبر اوبتيك، انسي دو سويت. كل حاجه فاش كتستعمل غنشوفها ان شاء الله في الفقرات اللي غادي تبقاو في هذا الدرس هذا ان شاء الله. الوغ شنو هو لوتر سوبور دو ترانسميسيون ولا لوتر كانال؟ هو نقدروا نقولوا هو لو فيد او لا ان صح التعبير سون فيل. داكوغ، سون فيل كيفاش كيتم نقل هذه المعلومات؟ فيا دي زوند الكترومانيتيك. هادشي كله ان شاء الله غادي نشوفوه في الفقرات المقبله ان شاء الله. الوغ شنو هو كان الهدف؟ هو سي لي هاد لي زيكيبمون كاملين في ان سوبور دو ترانسميسيون بوغ بارطاجي لي ريسورس. وهاد لي ريسورس هادو هما بوغ بوغ فير لو بارطاج ديال لي زانفورماسيون ما بين هاد لي ماتيريال كاملين. بحال مثلا ندير لو بارطاج ديال لي ماتيريال، مثلا فو بوفي تروفي واحد لادمينستراتور اللي كيدير هاد لو بارطاج هذا. Sinon, vous pouvez partager des logiciels ou bien des fichiers, ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, je vais vous montrer un autre. Alors, concernant l'évolution du domaine de réseau informatique, il y a beaucoup de marahil dans l'amour de l'eau. D'accord? Donc, nous avons tout d'abord le mot domaine de télécom. Après, dans le début du réseau informatique, après, dans l'Internet. Donc, nous pouvons distinguer dans les années 20. Maintenant, on peut distinguer, maintenant, on peut donner la date des années 60, des années 90, maintenant, des années 90, ou les années 2000. Les années 2000, ainsi. Donc à deux colonnes, ce sont des cycles d'années. Donc pourquoi je fait les années 20, je n'ai pas l'informatique par le domaine, ce qu'on appelle le domaine de télécom. Je n'ai pas le domaine de télécom. Il y a la télécommunication, le réseau RTC, réseau téléphonique de communication, à comité. Ou le domaine de donc le réseau télécom, je l'ai dit, le RTC, qui nous des commutateurs, des switches par des êtres humains, mais qui nous dit de l'amélioration des switches, mais qui nous dit que ça va être les switches. Mais en général, le domaine de télécom, qui est le RTC, qui est le mobile, qui est le mobile, donc qui est bizarre de l'ouage, il y a la table de la télécommunication, mais qui est bizarre le réseau. Le réseau informatique, genre, chamille. D'accord. Le début des années 60,
لو ديبي دي زاني 60 هنا فين بدات الثوره ديال الغيزو انفورماتيك. دونك اون بو دير مثلا هنا فين بدات الثوره ديال الغيزو انفورماتيك. دونك من هنا بدا لو ديبي ديال الغيزو انفورماتيك. فوقاش بدات لينا الانترنت بدات من لي زاني 90 دونك كاين اللي غادي يجي هادشي شي شويه ممل او بيان علاش خصنا نعرفو هادشي. واش غنقول لك طبيعه الحال نتايا ما دمتي كتقرا هادشي من الاحسن تعرف ماشي تيستيون ديال المندوب باش يفيد قال شي كينفع في لي زونتروشيان كثقافه عامه كانفورماتيسيان اللي عنده واحد لاباسيون ولا لو دومين هذا من الاحسن يكون عارف هاد لي زانفورماسيون هادي حيت حشومه واحد كيحب هاد لو دومين ما يكونش عارف هاد لي زانفورماسيون. دونك الانترنت بدات ليفولوسيون ديالها في لي زاني 90 كيف ما كتشوفوا معايا بدات في الاول بالتيليكوم ابخي لو ديبي ديال ريزون انفورماتيك فوقاش بدات تانفونتا في لي زاني 60 في لي زاني 90 بدات سكون ابل باغ انترنت. في لي زاني 2000 في لي زاني 2000 بدات سكون ابل باغ لا فوا سور اي بي. دونك كيف ما كتشوفوا معايا راه التسلسل ديال فوا التسلسل ديال هاد الاحداث هادي كامل فاش بدات هنايا بالتيليكوم بداو كيحاولوا لي زانفورماتيسيان يطوروا من التيليكوم هادي ويردوها غيزو باش تكون شامله حتى توسكي سيرفور توسكي ماشين توسكي سويتش روتر انسي دو سويت. ابري بداو تيدوزو سكون ابل انترنت. ابري مع الانترنت كان واحد لو ميلونج اونتر انترنت و اونتر ريزون انفورماتيك و اونتر تيليكوم بدات سكون ابل باغ لا فوا سور اي بي هي لا تيليفوني اللي كيستعملو الشركات في لي زونتربريز لي شركات كتكون فيها صوت وصوره انسي دو سويت. دونك من هذا الشيء هذا قدروا ديستانغيو سكوننا كان لانفورماتيك شحال هذه كانت كتقسم لصنفين كانت لانفورماتيك سنتراليزي او بيان نيتورك سنتراليزد نيتورك او بيان ديستريبيوتد نيتورك. دونك سنتراليزد نيتورك كانوا بزاف ديال لي زوتيليزاتور كانوا كيحاولوا يتكونيكتاو لسيرفر واحد ولكن مع ديستريبيوتد نيتورك بزاف ديال اليوزرز كل واحد مكونيكتي لسيرفر. ملي كنهضر على ديستريبيوتد نيتورك نقدر نهضر على سكون ابل باغ لا ميكرو انفورماتيك وملي كنهضر على سنتراليزد نيتورك او بيان لافورماتيك سنتراليزي او بيان ريزو سنتراليزي جو بارل دو ميني انفورماتيك بيان لا مين فورم. اوكي تري بيان. دونك كيفاش كانوا كيتصرفوا شحال هاد الشركات كيفاش كانت لافورماسيون كيفاش كان فريمون خوت شحال هادي كان واحد الاحتكار ديال هاد المجال ديال الغيزو انفورماتيك سيكو كانت شاك سوسيتي شاك كونستركتور كانوا كيديروا واحد لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالهم خاص بهم. يعني قبل ما كانش عندنا سكون ابل باغ الويندوز ام اس دوس او بيان باغ لينكس انسي دو سويت. دونك كانوا شحال هادي شركات بحال كيف ما كتشوفوا معايا هنا الشركه ديال اي بي ام كانت كتحتكر السوق ديال 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 الريزو انفورماتيك وكانوا كيديروا دي سيستيم ديكسبلوطاسيون خاصين مثلا بشركه ديال اي بي ام. سي كو بوفي تروفي دي سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال اي بي ام لي ما كيقدر يكومونيكي الا مع واحد لوتر ماشين اللي هي اي بي ام وفيها سيستيم ديكسبلوطاسيون اي بي ام. ولا ميم شوز كانت حتى هي بالنسبه للاي او اس كانوا دي سيستيم ديكسبلوطاسيون خاصين بهم وكانوا تي كومونيكيو غير بيناتهم. بحال مثلا الشركه ديال اش بي تي هي كدير واحد لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالها خاص بها وكانت كتكومونيكي غير مع ماشين اللي في نفس الماركه ديال اش بي. ابري جات لا ديموكراتيزاسيون باغ لي انفورماتيسيان لا ديموكراتيزاسيون ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون باغ لا ريكونيسونس ديال الشركه ديال مايكروسوفت وباغ لينكس انسي دو سويت. الوغ هنا بدات qu'on appelle par la création des systèmes d'exploitation par exemple par MS DOS le Windows de Microsoft par Linux qui va se nommer de Linux. Donc كيف ما سبقت لي الاشاره في واحد الفيديو sur Instagram que Unix quand je بدات par la création chez quelques laboratoires américains كانوا كيسميوها Unix avec UN donc avec UNICS كان سميتها يونيكس. وكانوا بعض اللابوراتوارات بحال لابوراتوار اي تي
اند تشي هما اللي حاولوا يطوروا هذا السيستم ديكسبلواتاسيون افيك كولابوراسيون بيان سور مع واحد الشركه اخرى واحد الكونستركتور اخر اللي كان معروف ديك الساعات في الوقت في ديك الوقت اللي هو جنرال الكتريك جنرال الكتريك واحد الكونستركتور انفورماتيك كان معروف ديك الوقيته دونك بجوج بهم ديفلوباو لينا هاد لو سيستيم ديكسبلواتاسيون يونيكس ولكن مع الاستعمال ديال لي زانفورماتيسيان سورتو بداو كيصطلحوا عليه ما يعرف ب يونيكس دونك بحال قلتي هاد السي اس ولا كتختصر لينا فقط اكس حتى جا واحد العالم سميتو لاينس تورفولد على ما اظن تورفولد واختار علينا ولا حاول يطور من هاد السيستم ديكسبلوطاسيون لينكس باغ بليزيوغ ديستريبيسيون ديال باكي وتحاول يطور داك النوايو ديالو وملي طوروا داك الشيء وحاول يكري واحد الانترفاس اللي سهل لي يوتيليزاتور اترافير لو بيرو غنوم حاول يحتفظ على هاد السميه ديال اكس ولكن سماه بيان سور على السميه ديالو سماه لينكس دونك كي في بارتي دو لينوس اللي هي السميه ديالو يونيكس السميه القديمه دونك هذه فقط واحد ثقافه عامه واحد لمحه مبسطه دونك قلنا حتى جا واحد لي سيستيم ديكسبلوطاسيون عاد حيدوا ديك الاحتكار ديال السوق الشغل اللي كانوا دايرين شركات كا اي بي ام و اتش بي وبزاف ديال الشركات كي سون دي كونستركتور دو ماشين اللي كانوا محتكرين السوق ديال الغيزو انفورماتيك تري بيان دونك نتمنى تكون هذه الحلقه هذه استفدتوا منها على ليستوار ديال ليفولوسيون ديال الغيزو انفورماتيك ولا ديفينيسيون ديالو نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل.